قبل نحو عام ونصف على الانتخابات العامة التركية، يبدو الرئيس رجب طيب أردوغان غير مطمئن لما سيسفر عنه هذا الاستحقاق، وهو ما قد يدفعه إلى اتخاذ إجراءات يراها مراقبون تقويضاً للديمقراطية في سبيل التمسك بالحكم. فخلال العقدين الماضيين كان أردوغان على رأس السلطة في تركيا، أولاً كرئيس للوزراء بين عامي 2003 و2014، ثم كرئيس للبلاد منذ عام 2014. لكن فترة تصدر أردوغان للمشهد التركي مرت بتباين، فعند وصوله إلى السلطة عام 2003 حرص هو وحزبه العدالة والتنمية على الوفاء بوعودهما الانتخابية، فقام بتحسين إمكانية الحصول على الخدمات وخاصة الرعاية الصحية، وحقق نسبة منخفضة من البطالة ونمواً اقتصادياً قوياً على مدى عقد من الزمن. ولبعض الوقت جعلت هذه السياسات أردوغان يتمتع بشعبية داخل البلاد، فاستطاع بناء قاعدة من المؤيدين الذين صوتوا بشكل موثوق للعدالة والتنمية في كل عملية انتخابية. خارجياً اعتبرت الولايات المتحدة وأوروبا حكومته نموذجاً للديمقراطية الليبرالية ولبلد تم التفكير بجدية في عضويته داخل الاتحاد الأوروبي. لكن سرعان ما بدأ ذلك التأييد يتبدل، فخلال عقده الثاني في الحكم لجأ أردوغان إلى تكتيكات أقسى للبقاء في السلطة. ففي عام 2013 استخدم القوة لقمع احتجاجات منتزه جيزي، حيث نزل ملايين المحتجين المناهضين للحكومة إلى الشوارع في اسطنبول ومدن أخرى. وفي أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016 استخدم أردوغان حالة الطوارئ وأطلق حملة وصفت بالانتقامية ضد كل المعارضين، حيث طرد عشرات الآلاف من مناصب حكومية وزج بهم في السجون. وفي غضون ذلك بدأ أردوغان في الابتعاد عن محور العلاقات التركية القائمة منذ زمن طويل مع أوروبا والولايات المتحدة، فضلاً عن اصطفافه بشكل متزايد إلى جانب تيارات أحدثت اضطرابات في الشرق الأوسط. هذه المتغيرات في سياسة أردوغان تلقي ظلالها حالياً على مستقبله السياسي، في ظل مؤشرات تتوالى حول تراجع شعبيته وكذلك حزب العدالة والتنمية، وهو ما قد يجعل من انتخابات يونيو 2023 نقطة تحول في تاريخ تركيا الحديث.